الحقيقة خليني أبدأ معاكم من الشائعات. وقبل ما أقول لكم الخبر ده، الشائعات بتبقى كتيرة، لكن اللي بنتمناه كلنا إحنا طول النهار ماسكين الموبايلات أو بنتعرض للسوشيال ميديا أو في شغلنا أو في الشارع أو في أي مكان، لكن الأهم إزاي تأكد من الشائعة. عندك مصادر موثوق منها، عندك مواقع موثوق منها، مواقع تابعة للدولة، تلفزيون زي عندنا هنا تلفزيون الدولة ومحطاتنا أيضا المختلفة، تقدر تتابع منها أي مصدر رسمي تتأكد قبل ما تقلق من الإشاعة أو تشاير الإشاعة أو تتكلم في الإشاعة. خليها إشاعة تموت قبل ما تقلقك. تعالوا نشوف النهاردة ماذا نفت وزارة الزراعة. وزارة الزراعة نفت شائعة تتعلق برفع تكلفة المحاصيل المحلية من خلال زيادة الحد، طبعا الحد الأدنى لأسعار الغاز الطبيعي المستخدم في صناعة الأسمدة. يعني خلينا نحدد كده، بيكلموا عن زيادة أسعار الغاز الطبيعي اللي مستخدم في الأسمدة، بالإضافة إلى أنه تم إلغاء قرار إلزام المصانع بتوريد 55% من إنتاج الأسمدة الأزوتية للسوق المحلي، وده نفته تماما وزارة الصناعة، ما فيش الزراعة أنه ما فيش الكلام ده، عشان ما حدش يقول أنه الغاز الطبيعي اللي بيستخدم في الأسمدة تم أو رفعه. كمان هي أكدت بأنه الحد الأدنى لسعر الغاز الطبيعي اللي بيتم تزويده لمصانع الأسمدة الأزوتية لم يتغير من إمتى، من هذا التاريخ، من 29 أكتوبر عام 2021، يعني بنتكلم على وقت طويل جدا لم يتغير. وأيضا تبعت أنه لا صح لإلغاء قرار إلزام منتجي الأسمدة الأزوتية بتوريد 55% من إنتاجها للجهات المسوقة للأسمدة المدعمة التابعة لوزارة الزراعة. ده موضوع مهم لأن بيهتموا بيه كل من يعمل في مجال الزراعة والمحاصيل. وخلينا نتابع من خلال هذه المداخلة مع دكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، اهلا وسهلا بحضرتك. يعني دكتور محمد، قول لنا هذه الشائعه اللي يعني كانت موجوده بتنفيها وزاره الزراعه، يا ريت نعرف التفاصيل من حضرتك. يعني الاول اسمح لي اشكر حضرتك، والحقيقه طبعا لا يعني دي كلها شائعات اللي بتقال ان في الغاء لحصه الاسمده المدعمه او ان في ارفاع لاسعار الاسمده. الحقيقه ده لم يحدث مطلقا، احنا ما فيش اي حديث دلوقتي عن رفع سعر الاسمده ولا حصل اي حاجه في هذا النطاق. ايضا احنا الشركات ملتزمه الحقيقه بتوريد السماد، واحنا كمان بدانا الموسم الشتوي وتجهيز له وشايفين اقبال كبير، واحنا فتحنا الموسم الصيفي مبكرا الموسم الماضي وفتحنا ايضا الموسم الشتوي، وعندنا التوريدات في الاسمده احنا بنتابعها بشكل دوري وفي لجنه للمتابعه، ودايما بنكون حريصين على متابعه ملف السماد بشكل كامل لان ده بيمثل يعني نقطة هامة للفلاح والمزارع المصري، ودايما بيبقى من أولويات الدولة. والحقيقة وزير الزراعة بنفسه بيتابع ملف الأسمدة، لأن عملية توريد السماد وانتقالها من المصانع إلى الجمعيات ده أمر في غاية الأهمية ودايما بيكون في أولويات الدولة المصرية، وبالتالي فإحنا حريصين دايما على الفلاح والمزارع المصري أنه يحصل على مستلزمات الانتاج بشكل كامل. اكيد. سؤال تاني برضو، لانه يمكن في ناس حاولت ان هي تعرف انه الفرق ما بين انه تصدير الغاز الطبيعي والفرق بين تقديمه في المنتج المحلي بالسعر أسعار. لا يعني هو الحقيقة احنا عندنا الشركات بتلتزم بإنتاج حصة معينة من الأسمدة وفقا لطاقتها الإنتاجية، كل شركة بتصدر الكمية اللي بتعادل يعني متبقي من 55% مما يتم توريده لصالح المزارعين، والحقيقة احنا بنورد الأسمدة لصالح المزارعين بأسعار مناسبه جدا وبنحطها في اولوياتنا. يعني بنتكلم ان الطن بيكون ب 4500 جنيه مهما كان السعر العالمي، احنا مالناش علاقه بيه، احنا بنتكلم على بالظبط. وهي دي النقطه بس استاذنك اللي احنا عايزين نعلق عليها، لان ربما الاشاعات تاتي من هنا عندما يتغير السعر العالمي، فعلى طول في ناس انت عارف يعني بتتبرع كده وتقول لك ده رفعوا سعر الاسماء يعني على طول. فبرضه كلام حضرتك هنا بيؤكد بان احنا ملتزمين وان السعر كما هو لم يتغير من 29 اكتوبر 2021. طبعا، والحقيقه كانت الدوله دايما حريصه على دعم الفلاح المصري، حتى لما كان حصل قبل كده نقص في بعض الاسمده عالميا، احنا الدوله كانت حريصه على
وضع الفلاح المصري وان يكون له نصيب من الاسمده، ودايما كنا بنقدم الاسمده باسعار متعامه، وعملنا منظومه كارت الفلاح اللي صرفت خلال الفتره الاخيره دي في الموسم الماضي حوالي اكثر من 13.5 مليون شيكاره سماد من خلال هذه المنظومه علشان نتاكد من وصول الدعم المستحقين، فدي اولويه. وتم اطلاق هذه المنظومه، والحقيقه الدوله بتصرف عليها كتير جدا علشان توصل الدعم المستحقين. الدوله أكيد. ايضا دلوقتي بتعمل على تطوير منظومات اخرى لحوكمه منظومه دعم الاسمده ووصولها للمستحقين. ايضا الحقيقه قرار السيد رئيس مجلس الوزراء كان واضح بتخصيص حصه محدده لصالح الفلاح والمزارع الصغير عشان ندعمهم ونساعدهم ان هم يقدروا يحافظوا على انتاجيتهم. اكيد، لانه احنا عندنا كمان المزارع والزراعه بشكل عام كلها احنا بحاجه اليها، خاصه في هذه الاوقات اللي موجود فيها ازمات كثيره في العالم. دكتور محمد القرش المتحدث باسم وزاره الزراعه، اشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذا النفي وهذا التوضيح.